فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: في الحديث الذي حكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سقط جنينها بغرة عبد أو أمة، قال الصحابي: لما يا رسول الله؟ وهو لم يأكل ولم يشرب، فقال عليه الصلاة والسلام: أسجع كسجع الكهان. يقول: ما المقصود بذلك؟ مقصود أن هذا الرجل عارض حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالسجع. كيف أغرم من لا أكل، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا إلى آخره؟ فقال: سجع كسجع الكهان، يبي عارض حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فألغاه الرسول وأنكر عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.